هاي أولى الشجرات الميلادية كانت تتزين بالفواكه خاصة التفاح، وبعدها بدأوا الناس باستعمال الشموع ومن بعد الأضوية لتزيين الشجرات. الرئيس الأمريكي فرانكلين بيرس هو أول من حط شجرة ميلادية بالبيت الأبيض، وسنة 1901 منع الرئيس تيدي روزفلت وضع الشجرات بالمقر ذاته بسبب مخاوفه البيئية. لازم يتم استخدام الشجرة الاصطناعية على القليلة لمدة 20 سنة ليكون أثر البيئة أقل من أثر الشجرة الطبيعية. أضخم شجرة ميلادية عايمة على المي موجودة بريو دي جانيرو بالبرازيل وطولها 85 متر، أما أطول شجرة ميلادية عايشة فموجودة بواشنطن وعمرها فوق 100 سنة وطولها 67 متر. مين قال إنه أغلى شجرة ميلادية مزينة موجودة بأوتيل كامبينسكي ببهية إسبانيا وبتبلغ قيمتها 15 مليون دولار وهي مزينة بمجوهرات من الألماز؟ أنا قال. نشوفكم بكره.